السلام عليكم قراء ومتابعي موقع أخبار مصر. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل ظاهرة عالمية بتحدث مرتين كل عام، مرة في فبراير ومرة في نوفمبر. يوم منهم يوم عيد تتويج الملك واليوم الثاني يوم عيد ميلاده. الظاهرة ديت حيرت وما تزال تحير العالم أجمع. إزاي المصريين القدماء قدروا يظبطوا بالظبط وقت معين، ساعة معينة، يوم معين في السنة إن الشمس تيجي في مكان معين؟ وأكتر من كده كمان، المعبد أبو سمبل تم نقله. طب إزاي المصريين في العصر الحديث قدروا يعملوا نفس هذه التقنية؟ معانا النهاردة الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هيكلمنا على علم الفلك والفراعنة. زي حضرتك يا دكتور جاد؟ اهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا في موقع اخبار مصر. ربنا يخليك، شكرا لحضرتك. دكتور جاد، تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني ظاهره فلكيه، ايه مدى اهميتها للعالم كله وازاي قدرنا نوصل لها؟ اولا اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. هو بس تصحيح، الظاهره بتيجي في شهر فبراير وشهر اكتوبر من كل سنه. طبعا زي ما حضرتك تفضلت، مشكورة المصريين القدماء والحاليين اللي احنا تابعين ليهم، ما زال عندنا براعة في علم الفلك. حسبوا زوايا كتير لكل الأجرام السماوية، واللي أحد أشهر الظواهر دي تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. القصة لها أبعاد تاريخية، درسوا الزوايا بتاعت شروق الشمس وتابعوها، وبناء عليه اتحددت وقت سطوع الشمس ودخولها للمعبد من خلال الشباك او النافذه اللي موجوده. والمدهش والجميل ان تمثال رمسيس جنبيه ثلاث تماثيل تانيين، زوجته والاله امون، والتمثال الرابع للاله بتاح واله الظلام. بتاح ده اله الظلام. فتخيلي ان الشمس بتدخل من الفتحه بتاعتها تتعامد على وجه رمسيس وما تجيش على تمثال اله الظلام اللي جنبه. فده بيدل على براعه ودقه الحسابات. الظاهره فعلا يعني ما زالت بتحير ناس كتير، لكن العلماء الفلكيين طبعا عارفين ان القصه محسوبه بعنايه وبدقه. اللي احنا لسه مش قادرين نوصل له ازاي القدماء المصريين برعوا في القصه دي، وده يمكن ناتج لحاجات كتيرة، ان احنا لسه ما قرناش كل التراث بتاعهم. في برديات كتيرة لم تكتشف، واللي اكتشف لم يترجم كله بالكامل عشان نعرفه. لكن اللي احنا لينا في القصة دي كفلكيين ان احنا بنحدد الظاهرة، تاريخ بدايتها، تاريخ انتهائها، لان ده كمان بيساعدنا في تقييم الظواهر الحديثة. حضرتك تسمعي يمكن اشهر النقاط الخلافيه لما تيجي مثلا رؤيه الهلال، هلال رمضان والاعياد، احنا بنطلع الميعاد فلكيا يوم كذا. طبعا الجهات الشرعيه، دار الافتاء وكده، بننتظر الرؤيه الشرعيه. ساعات بيبقى في خلاف، ساعات بيبقى في توافق، لكن من الناحيه الفلكيه حتى لو في وقت رصد الظاهره في غيوم او في سحب وتعذر الرؤيه، لكن احنا حاسبين الحسابات الدقيقة وبتحدد المواعيد. طيب بالنسبة لي ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في أبو سمبل، إيه علاقتها بباقي الظواهر الفلكية؟ هي بتحصل خلاص، بتتكرر كل عام، فبترتب عليها إيه بقى فلكيا بعد ذلك؟ جميل جدا. في الظواهر دي مرتبطة بميلاد الأجرام السماوية، زي ميلاد القمر، ميلاد الشمس، أو وقت سطوع الشمس، وقت غروب الشمس. رصد الظواهر دي بدقة بيساعدنا، أنا كمان بعمل أبديت وتحديث للبيانات بتاعتي. اليوم ده القمر هيطلع الساعة كام، أو ميلاد القمر الساعة كام، وفترة الموكس بتاعته قبل الغروب هنقدر نشوفه بالعين المجردة ولا لأ، حتى لو في سحب هنقدر إحنا بالأجهزة الفلكية عارفين وقت الميلاد بتاعه، بالتالي نتحقق اليوم الجديد من الشهر أو غيره. رصد الظواهر دي باستمرار ومتابعتها والتأكد من دقة الحدث
بيخليني انا كمان بتاكد من دقه الحسابات اللي احنا بنحسبها حاليا. يمكن حضرتك اشرت في التقدمه تعامد الشمس على معبد ابو سمبل او وجه رمسيس الثاني. احنا حاليا بنحتفل بيها يوم 22 فبراير و 22 اكتوبر. اصلا التاريخ ده كان 21 فبراير و 21 اكتوبر، يعني كان يوم ميلاده ويوم تتويجه 21 مش 22. ده في روايتين موجودين ويمكن هترك التاكيد على احدهم صح للزملاء الاثريين. في روايه بتقول ان براعه المصريين القدماء حسبوا التاريخين دول، تعرف كان رمسيس من الناس البارعين، ملوك البارعين في العصر القديم. الروايه الاولى بتقول ان التاريخين دول ارتبطوا بمواسم الزراعه والحصاد وفيضان النيل، والروايه الثانيه اللي بتقول مرتبطين بميلاده وتاريخ جلوسه على العرش. وكان التاريخين 21 فبراير 21 اكتوبر. حضراتكم لما تم انشاء السد العالي وتكونت بحيره ناصر وبدات المياه ترتفع خلف السد وغرقت معبد ابو سمبل، اليونسكو عملت مشروع كبير بالتعاون مع الحكومه المصريه ساعتها لحمايه معبد ابو سمبل ومعابد تانية فيلا وخلافه من المياه ومن الغرق. وده فعلا من اعظم الانجازات الهندسيه اللي تمت في الفتره الحديثه، ان يتفكك المعبد ويتعاد تركيبه بنفس الديزاين بنفس الاليه بنفس الزوايا. هو يعني مش اختراع، اللي اخترعوه الفراعنه واللي صمموا بالزوايا والدرجه دي الفراعنه، احنا بس عملنا كوبي ونقلناها في مكان جديد بنفس الزوايا اللي ترتب عليها اختلاف في اليوم، لكن نفس النسب موجوده، نفس النسب موجوده، يعني نفس كل شيء موجود. فرق يوم بس ان هو من 21، بس يعني خطا بسيط بدا من 21 ل 22. كان يمكن تذكر الخلط دوت ولا استحاله مع نقل المكان؟ تكرار ال كان يمكن تدارك هذا الخطا وكان يبقى 21 ولا استحاله فلكيا؟ اعتقد معبد كبير بالحجم ده والتجهيزات والمصاريف كان هيكلف مصاريف كتيره جدا ان يتم تكراره بنفس المكان بتكلفه تانية. فاختلاف اليوم ما هوش يعني مشكله كبيره قوي، وخاصه ان احنا عارفين ان اليوم الاساسي كان 21 وما زال اليوم الجديد اللي هو 22 ثابت ما فيش فيه تغيير. طيب بالنسبه لي ظاهرة تعامد الشمس ليست فقط في معبد أبو سمبل، لكن موجودة في بعض معابد أخرى فرعنا. مش بعض المعابد، كل المعابد المصرية مؤسسة على أو أنشأت وصممت على قواعد علمية فلكية. هتلاقي معظم المعابد الفرعونية هتلاقي في بهو الأعمدة أو في أماكن كتير يمكن مرسوم القبة السماوية، بعض الأجرام الفرعنة أخذوا بعض الآلهة، إله الشمس وإله السماء وظهرك. ده نتيجة إن هم فعلا كان عندهم علم، تمكنوا من قراية الخريطة الكونية، عرفوا الأجرام السماوية، عرفوا فترة ميلادها واختفائها بدقة، وبناء عليه أسسوا المعابد دي، لأن كان سطوع الشمس أو شروق الشمس ليه مدلول عندهم ببداية الحياة، والغروب الشمس بالوفاة، وما له علاقة في بعض المراحل التاريخ القديم بالموت بعد الحياة بعد الموت، والقصة ان الفراعنة كانوا بيدفنوا ممتلكاتهم معاهم عشان لما يبعث بعد كده يلاقي ممتلكاته والحلي والكلام ده. زي ما بقول لحضرتك هم برعوا فلكيا وبناء عليه صمموا الاماكن دي. كل المعابد الفرعونية اللي قائمة كلها عندها ظاهرة تعامد الشمس، لكن اليوم مختلف طبقا لفكرة ورؤية الملك وتصميم المعبد أنا ذلك. لماذا أبو سمبل بالذات هو اللي عليه هذه الطبقة؟ يمكن من وجهة نظر حضرتك يمكن علشان رمسيس الثاني فعلا من أعظم ملوك الفراعنة أو ملوك المصريين القدماء، وفعلا كان بيتميز بمنشآت كتيرة ومعابد كتيرة أسسها فيها براعة هندسية فيها براعة علمية. معبد رمسيس الثاني أو أبو سمبل أشهرهم، في الأقصر، في أماكن كتيرة. وفعلا كان في فترة يعني مش هتكلم عليها بالسبب يمكن زمايلنا الأثريين يتكلموا عليها، لكن فعلا من الفترات اللي كان فيها عظمة للدولة المصرية آنذاك،
يمكن احد الروايات بتقول هو ليه ابو سم رمسيس اختار المكان ده ينشئ فيه المعبد بتاعه بالضخامه دي منحوت في الصخر. بعض الروايات بتقول انه كان عامل ده على الحدود بتاع الدوله المصريه عشان يعرف جيرانه، وساعتها كان في اعداء كتير للدوله المصريه، عرف جيرانه ان انا قوي وعندي امكانيات وعندي فنيه وهندسيه وعلميه. امكانيات فنيه وهندسيه وعلميه لعلم الفلك ومعبد رمسيس الثاني وتعامد الشمس سواء على وجه رمسيس الثاني او باقي التماثيل في معابد اخرى تدل على ما مدى وصل اليه المصريين القدماء في علم الفلك. احفادهم وصلنا لايه في علم الفلك؟ احنا ماشيين على نفس الدرب وحتى اللحظه الحاليه. انا عايز اقول لحضرتكم الساده المشاهدين احنا في ستينيات القرن الماضي المعهد عندنا شارك مع علماء الفضاء الامريكان في تحديد موقع هبوط اول مركبه فضائيه على سطح القمر، ده يمكن 64 65 66، وكان المراكب الفضائيه ابولو 11 و12 و13 على ما اتذكر. حتى في الوقت الحالي احنا في خلال السنتين اللي فاتوا من خلال مرصد الأطمية الفلكي، وده أكبر مرصد موجود في الشرق الأوسط، أنشئ سنة 1964، اكتشفنا 12 نجم متغير مسجلين باسم مصر في قواعد والاتحادات الفلكية الدولية باسم مصر ومرصد الأطمية الفلكي. فاحنا مازلنا على عهدنا من تقدم في مجالات الفلك. يمكن ربنا حبانا في مصر بسماء صافية معظم العام بتساعدنا على رصد الأجرام السماوية بدقة، التكنولوجيات اللي موجودة، شباب الباحثين اللي عندنا اللي المعهد والوزارة ما بيتأخروش جهدا إن احنا نبعتهم في بعثات في الخارج يتعلموا ويتدربوا بحيث يواكبوا زملائهم وأقرانهم في الخارج. فدي يعني حاجة احنا حريصين إن احنا نمثل فيها تميز وتقدم دايما عشان نحافظ على التاريخ اللي طلعنا ونشأنا عليه من تقدم المصريين في المجالات بتاعتنا. دكتور جاد، دلوقتي مع التطور العلمي احنا هنقدر نوصل الى ايه في الفلك، في علوم الفلك؟ علوم الفلك فيها حاجات كتيره جدا، يمكن هي كانت في الاساس الناس بتنظر لها نظره اكاديميه. لا، احنا حاليا العلوم الفلكيه بندخل في ابحاث تطبيقيه، يمكن حاجات كده مش مشهورة للناس، ان احنا بالتعاون مع النيابة العامة نقدر نحدد معاهم الوقت المماثل اللي بتحصل فيه جرائم، خاصة جرائم القتل والحاجات الكبيرة، تحديد مواعيد كتيرة او مواعيد محددة. انا هقول لحضرتك من ضمن الحاجات اللي المعهد شارك فيها بالتعاون مع القوات المسلحة تحديد ساعة الصفر، ساعة حرب اكتوبر، بناء على برضه دراسات وحسابات فلكيه، لا فلكيه اكتر منها جويه، بشان وجود قرص الشمس في السماء بزاويه معينه بدرجه معينه ما ياثرش على الجنود او الجيش، يعني حسابات عسكريه، لكن كان لنا دور فلكي فيها. من اشهر القضايا اللي مصر دخلت فيها مؤخرا لاستعاده منطقه طابا العزيزه علينا، كان من خلال تحكيم دولي استعانوا فيه بمخرجات الأبحاث وكتاب ترسيم حدود المعهد قام بيه سنة 1906 تحديدا، واللي ساعتها مصر فازت التحكيم، وكان الدكتور مفيد شهاب هو ممثل مصر في المحكمة. ففي دراسات فلكية كتيرة بنساهم بيها، وإن شاء الله نطمع في الفترة الحالية تطبيق الكلام ده في دراسات الفضاء أو في علوم الفضاء. حضرتك سمعتوا إن مصر مؤخرا فازت باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، احنا عندنا تخصصات دقيقة تنضم أو يعني تنبثق من علوم الفلك اللي هو البيئة الفضائية المناسبة لرصد لإطلاق الأقمار الصناعية. عندنا وحدة متخصصة لرصد الأقمار الصناعية في الفضاء ومراقبتها. كل دي علوم فلكية المعهد بيحافظ إنه يكون متقدم فيها عشان يكون لمصر ذراع قوية وطويلة في هذه المجالات. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا في كده بإذن الله. إن شاء الله. قراء ومتابعي موقع أخبار مصر،
مع تعامد الشمس الذي سيكون بعد يومين إن شاء الله بإذن الله. نتمنى لكم التمتع بما استطاع أجدادنا المصريين القدماء إنجازه من تقدم في علم الفلك بما يتضح لنا في جميع أعمالهم، ونحن أحفادهم لا نقل خبرة عنهم ولا نقل براعة. وإن شاء الله معكم في حلقات أخرى بإذن الله. إلى لقاء آخر بإذن الله.